يوم السبت الجاي الساعه 9 صباحا هيحصل ايه؟ هنبدا رسميا فصل الخريف. يعني يوم السبت الساعه 9 ل 10 صباحا الصيف نقول باي باي بقى، واهلا بقى بالخريف وليالي الخريف وجو الخريف. ومعانا الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. انا طبعا احنا بقى ايه يعني الحقيقه ايه يعني زي ما قولوا كده ايه تعبناهم معانا في فصل الصيف. الحقيقه فصل الصيف لحد اول سبتمبر كنا احنا قلنا خلاص هنرتاح من الصيف، رجعت الموجه الحاره برضو كام يوم كده، لكن في العموم هم معانا في الصيف في الشتاء في الربيع في الخريف، هم دايما معانا. يعني الحقيقه ناس عندهم خبره كبيره جدا بالجو وبتقلبات الجو، فيقولون بالظبط كيف تستقبل مصر فصل الخريف يوم السبت القادم. برحب بك يا دكتوره، ازاي حضرتك؟ اهلا بك يا استاذ جابر، واهلا بكل الساده المشاهدين. حضرتك كيف ستستقبلي الفصل الخريف ان شاء الله؟ خلينا نقول ان الخريف هو ربيع جمهوريه مصر العربيه، لان هو يعتبر فصل الاعتدال في الاحوال الجويه، هو بينقلنا من الحراره اللي هي بتحصل في فصل الصيف وارتفاع درجات الحراره لانخفاض درجات الحراره والبروده في فصل الشتاء، فيعتبر هو بيحصل فيه اعتدال في درجات الحراره. النص الاول من فصل الخريف دايما بيكون فيه بعض الايام فيها ارتفاع في درجات الحراره لكن مقارنه معتدله. النص الثاني بياخد بعض سمات فصل الشتاء، بيبقى اغلب الايام درجات الحراره معتدله لكن ما بيبقاش فيها اي ارتفاعات في درجات الحراره. يعني احنا دايما الفصول الانتقاليه زي الخريف بياخد من الفصول القبليه والبعديه، بالاضافه كمان في فصل الخريف. بس حضرتك حضرتك يعني قلت لي جمله كده في البدايه انه الخريف بقى هو المناخ المعتدل، يعني احنا هو الربيع بتاعنا، يعني احنا كده بنجمل الخريف ولا هو ده الواقع؟ لا هو يعني نعكس بقى الدنيا بدل الدنيا ربيع نخليها الدنيا خريف بقى. هو ده الواقع، لان احنا في فصل الخريف ما بقاش في ارتفاعات كبيره في درجات الحراره ولا انخفاضات كبيره في درجات الحراره. تمام. بالعكس في فصل الربيع بيحصل ان احنا بنسجل اعلى درجه حراره على مدار العام كله بيكون في الربيع، ما بيكونش حتى في فصل الصيف. عشان كده احنا بنقول اعلى درجه حراره في الربيع بتكون في الربيع، لان الربيع معظم ايامه بيبقى كتل هوائيه صحراويه، فبنسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار العام كله في فصل الربيع. عشان كده احنا بنقول الخريف هو فصل الاعتدال. يعني اعلى درجه حراره ما بتتسجلش في الصيف؟ لا، ما بتسجلش في الصيف، بتسجل في فصل الربيع، لان احنا في فصل الربيع بنتاثر بالمنخفضات الصحراويه اللي بتبقى يعني مثلا الحرارة. يعني معلش يا دكتوره منار هاخد وقت مع حضرتك، يعني مثلا شهر 8 ده ما فيش فيه اعلى درجه حراره اقدر اسجلها في شهر 8؟ احنا بيبقى درجات حراره في شهر 8 مرتفعه مع نسب رطوبه مرتفعه، فعشان كده احنا بنحس ان في ارتفاعات كبيره في فصل الصيف، لكن في فصل الربيع قيم درجات الحراره مرتفعه لكن نسب الرطوبه منخفضه، عشان كده ما بنحسش بارتفاع درجات الحراره اللي بتبقى موجوده في فصل الربيع. لكن فصل الصيف بنقول عليه ان هو فصل الارتفاع في درجات الحراره بسبب في الجو اللي بتزود دايما درجه الحراره المحسوسه او بتخلي. لا بس معلومه جديده، دي معلومه جديده بالنسبه لي على الاقل، انه درجه الحراره اعلى درجه حراره برصدها في الربيع، في فصل الربيع بالفعل. عشان كده احنا بنقول ان الخريف هو فصل الاعتدال في الاحوال الجويه، هو يعتبر بالفعل ربيع العربيه. الايام اللي بيبقى فيها ارتفاع في درجات الحراره ما بتبقاش كتيره بالشكل الكبير، خاصه في النص الاول، والنص الثاني ما بيبقاش فيه انخفاضات كبيره، لان احنا خلاص بقى بنقترب ايوه من فصل الشتاء، لكن في معظمه درجات الحراره بتبقى معتدله. كمان نلاحظ الفرق بين فتره النهار وفتره الليل بدا يزيد، فبنبدا نحس ان فتره النهار لسه فيها بعض الاجواء الدافيه او الحاره، نيجي على فترات الليل بنلاقي في ايام فيها البروده. فتره الليل تدريجيا ده هنبدا نحسه مع بدايه شهر 10. كويس. كمان في فصل الخريف بنبدا نشوف حالات من حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، هو يعتبر اصلا موسم الامطار والسيول، خاصه في المناطق اللي موجوده في سلاسل جبال البحر الاحمر او سيناء او مناطق من الصعيد نتيجة الطبيعة الجبلية والجغرافية. لو اتأثرنا في بعض الأيام بمنخفض السوداني الموسمي وتزامن معه منخفض جوي الطبقات الجو العليا، ده ممكن يعمل حالة من حالات عدم الاستقرار، واللي متوقع إن تكون فيها كميات الأمطار أعلى من المعدل الطبيعي خلال هذا العام بسبب التغيرات المناخية. طب إحنا الصيف بالنسبة لنا كنت حضراتكم بتقولوا إنه
يعني كان اعلى درجه حراره منذ سنوات او الاصعب منذ سنوات في درجه الحراره، صح كده؟ هو كان في بعض الايام او يعني هو الاحر منذ سنوات بسبب الموجه اللي احنا شفتها اللي كانت طويله جدا في شهر 7. تمام. دخلنا ان فصل الصيف هو الاكثر حراره على الاطلاق طول الموجه اللي حصلت معانا في فصل. طب ده هينعكس تتوقعه يعني توقعاتكم ان ده ممكن ينعكس على فصل الشتاء ايضا، يبقى نشأة شتاء مثلا قاسي شويه عما سبق، ولا ده لسه يعني سابق لاوانه؟ هو اول حاجه هو طبعا سابق لاوانه جدا لان احنا لسه هيبقى عندنا 3 شهور على بدايه فصل الشتاء. تمام. ثاني حاجه الفصول مش مرتبطه بعضها، طيب كل فصل بيبقى منفصل، ما اقدرش احكم على فصل من خلال فصل تاني. بنقولوا ان احنا حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه كويس. بعضها هيكون فيها بعض التطرف المناخي وبعض العمق في الظواهر الجويه بسبب التغيرات المناخيه، الحالات دي اللي هي ممكن تبقى في فصل الخريف او حتى كمان في فصل دكتوره منار غانم، انا بشكر حضرتك شكر جزيل، عضو المجلس عضو المجلس الاعلامي ل او المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، بشكرك يا فندم شكر جزيل. بس هي المعلومه اللي يعني الحقيقه اللي يعني ممكن ما كغير متخصص ما خدش بالي منها، انه درجه الحراره بترصد اكتر في فصل الربيع، يعني اعلى درجه حراره بيتم رصدها في فصل الربيع عن فصل الصيف كما هو متوقع. يعني احنا بنشهد شهر اخر شهر 7 كل شهر 8 او نص شهر 7 واول شهر 8، والحقيقه وساعات بيبقى نص شهر 9 زي ما شفنا كده. بس الحقيقة أنا يعني العظيم صلاح جاهين والعظيمة سعاد حسني ما قالت الدنيا ربيع والجو بديع، قفل لي بقى على كل المواضيع، أنا خايف إحنا نكتب بعد كده حسب الأرصاد بقى نقول إيه، الدنيا خريف والجو بديع حاجة كده، فنغير التيمة بتاعت اللي كتبها أستاذنا العظيم الأستاذ صلاح جاهين. لكن على كل الأحوال إحنا دولة ربنا سبحانه وتعالى حباها بجو جميل في كل الحقيقة على مدار العام، خريف شتاء ربيع صيف، احنا افضل من غيرنا بكتير، ونحمد ربنا ونشكر فضله في هذا الامر.